رصدت دول عدة حول العالم إصابات متزايدة جراء تفشي فيروس كورونا على أراضيها، فلجأت إلى اتخاذ إجراءات صارمة وتدابير وقائية جديدة للحفاظ على الصحة وسلامة قطنها. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه مملكة البحرين مساعيها الحثيثة لخفض أعداد الحالات القائمة، داعية جميع أبنائها إلى الالتزام بالمسؤولية المجتمعية وأخذ الحيطة والحذر. أكثر من عام وفيروس كورونا يضيق الخناق على دول العالم، حيث سجل العالم نحو 106 ملايين حالة إصابة، فيما تجاوز حالات الوفاة 2,309,000 حالة. لاحظنا وجود تحور في الفيروس، وذلك بسبب الطفرات الجينية التي حصلت والتي زادت من سرعة انتشار الفيروس. واستمراراً لجهود دول الخليج العربي المتواصلة في معركتها ضد كورونا ولمواكبة المستجدات ووضع حد لتفشي الفيروس، أعلنت السعودية 9 إجراءات عاجلة لمكافحة كورونا منذ مطلع فبراير تستمر لمدة 30 يوماً، منها تعليق كافة المناسبات والحفلات. أما شقيقتها الكويت فاتخذت قرارات وقائية جديدة تشمل إغلاق كل الأنشطة التجارية اعتباراً من الساعة 8 مساءً إلى الساعة 5 فجراً من اليوم التالي طيلة أيام الأسبوع، وذلك لخفض أعداد الحالات القائمة. أما باقي الدول العربية فطبقت إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا على أراضيها، تراوحت بين إغلاق المدارس والجامعات والأماكن العامة وصولاً إلى حظر جزئي للتجول في بعض الدول. ارتفاع عالمي في معدل الإصابات بحالات الكوفيد 19 في أمريكا، أوروبا، في أفريقيا، في الشرق المتوسط، في جنوب شرق آسيا. هذا الارتفاع يستلزم إجراءات احترازية تتطلب إغلاق عام في المدارس، الصالات الداخلية، إلى الأندية الصحية، الأنشطة الاجتماعية وكل أشكال التجمعات. هذا الإغلاق ضروري ومهم، والهدف منه السيطرة على معدل الانتشار في الحالات بين الأشخاص. القارة الأوروبية شهدت انتشاراً واسعاً لفيروس كورونا، دفع عدداً من البلدان بينها فرنسا وألمانيا إلى فرض تدابير احترازية صارمة في الوقت الذي ما زالت تعاني فيه العديد من الدول الأخرى في كل من أمريكا اللاتينية ومعظم أنحاء أفريقيا، بل والولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت تتصدر قائمة الدول من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس. وفي الهند خلص مسح أجرته حكومة العاصمة نيودلهي إلى أن أكثر من نصف سكان المدينة البالغ عددهم نحو 20 مليون شخص قد يكونوا أصيبوا بفيروس كورونا. بفضل جهود مملكة البحرين وتوفير اللقاح والتطعيم بعدة أنواعها، نستطيع معا أن نحاول السيطرة على الانتشار. نرجو من الجميع مواصلة الالتزام بوعي وبإرادة وبمسؤولية والقيام بجميع الاحترازات. وفي ظل الأمل الذي يرجوه العالم للخلاص من الجائحة، تواصل البحرين مساعيها الحثيثة لكبح تفشي الفيروس، داعية جميع أبنائها إلى الالتزام للبحرين من خلال أخذ الحيطة والحذر والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي والجهات الرسمية لتجنب زيادة الانتشار وارتفاع عدد الحالات القائمة، إلى جانب عدم إقامة التجمعات في المنازل وخارج إطار الأسرة أو المحيط الاجتماعي المباشر، وعدم مخالطة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة حتى داخل البيت الواحد لتجنب احتمالية نقل الفيروس لهم.